ايه القضية بتاعتك اللي رحت تعمل ده؟ ما هي القضية اللي انت عايز تعملها؟ هو ده السؤال. فانا عايز اقول لحاجة ولا حاجة، الصلاة في المسجد النبوي شغالة اهي، والصلاة في الحرم المكي شغال، وفي كل مساجد السعودية شغال، وفي كل مساجد مصر شغال، ودين الاسلام مش هتوقف لحظة. هو بس اللي الواحد حزنان عليه ان هي مثل هذه الدعايات التي اللي هي بتحاول بتمس في الدين بتاعنا، والدين بريء منها. لا الدين الاسلامي فيه قتل، ولا اي دين سماوي فيه قتل. يعني هو ده الموضوع. هل بقى الاحداث الاربع احداث اللي عملوهم وعمالين هم منتظرين بقى ان احنا عمالين بقى الكلام ده الاعلام؟ لا انا كان النهارده في قناه النهار، لا ده احنا لما بننقل من السعوديه بننقل الصلاه مش الحادثه، الحادثه دي انتهت بخ ولا حاجه. اربعه اللي هم دول بقى ممكن يموتوا في اي حادثه. احنا ما نشوف امبارح ما كان في حادثه عربيه، شوف السوشيال فيها كم واحد مصريين كانوا ما اعرفش جايين منين او رايحين فين. ما كل يوم حوادث العربيات، احنا عندنا حوادث العربيات في مصر، اللي بيموت في حوادث العربيات في مصر اكتر من اللي بيموت مثلا في 10 15 دوله في اوروبا في اي حاجه. فالمساله ماهيش الحادثه،